مساء الخير ومرحبا بكم في عدد جديد وقصة جديدة من قصص برنامج وشراك. اليوم راح نسمعكم قصة إنصاف. إنصاف اللي هي أفري دير هذه القصة تكون إكزامبل للعائلة اللي يكون فيها الراجل ما عندوش هو الكلمة والراجل مشي قادر على شقاه، وهذيك السلوكيات تاعو تؤدي أنه العائلة تتفرق. إنصاف تقول بلي هي ضحية رجل شخصيته ضعيفة، رجل اللي عائلته يتحكموا فيه. هاد النقطة اللي دائما نهضر عليها بس ما نحبهاش. احنا عندنا في الجزائر يفترض ويفترض بشكل عام انسان كي يتزوج خلاص دار عائلته ماشي عائلتكم نتوما، العائلة الوالدين الخاوة ولاد العموم هاد الدنيا كامل، دار عائلته يجيريها كيما يحب هو وهي مرته. بصح عندنا في الجزائر ما شاء الله إنسان يتزوج بصح يماه تجيري، باباه يجيري، خوه يجيري، خته تجيري، بوليد يماه يجيري، الدنيا قاعد تجيري معاه. ألو راح نسمعوا قصة إنصاف ونسمعوا تفاصيل الحكاية ونشوفوا واش راح نقدروا ندوا منها عبر، واش راح نقدروا ندوا منها دروس. روح مباشرة نعيطوا الإنصاف. كان خليتيها بك تكمل لنا يا المقنينز. معليش. الو مساء الخير، واش راكي انصاف؟ لاباس بخير، صحتك لاباس؟ الحمد لله يا ربي. الحمد لله. انصاف شحال في عمرك؟ 30. شحال؟ 30. الله يبارك، طولت العمر ان شاء الله. بديتي تحسي روحك تكبريه؟ شوفي راه كاين مشكله راني نسمع في الهضره تاعي. تحمليني نص ساعه، تحمليني، هذا مشكله وعندي رجليها ان شاء الله في قادم الايام يتريقله باذن الله، راح يتريقله ان شاء الله ان شاء الله. قلت لك لحقتي ال 30، بديتي تحسي روحك كبيره صح ولا لا؟ ولا مزاك تشوفي روحك صغيره؟ لا بالعكس، انا روحي عندي 60 عام. شتي هي بون، خلينا الهموم والمشاكل يكبروا. ما هي الهموم والمشاكل يكبروا بصح يقول لك الرقم تاع 30 فيه واحد السر جوع. كي تكون 29 سنه تشوف روحك مازالك جان، غير توشي 30 وتبدا تحط رجلك في 31 تولي تشوف 40 وتشوف 50، تعرف بلي راك دخلت في النصف الثاني من حياتك. والعمر بيض ربي، انسان بالك حيعيش 32 سنه سبحان. بصح في 30 تحس روحك بلي راك نصفت العمر نيشان. واه 30 صايت تولي راشد، تولي تخمم بعقلك، تولي صح. وانت كنت تسمى حاسه روحك بيدوك بديتي تخمي بعقلك، ما كنتيش تخمي بعقلك من قبل الانصاف. تخمم ما كنتش علي ما كنتش نخمم بعقلك. ما كنتيش تخمي بعقلك. ايوا طيب انصاف، الحاجه اللي قلتي 30 سنه ما قاريه ماشي قاريه، ما واش درتي في حياتك؟ وصلت دوزيام اني موايا. دوزيام اني موايا صح. دوكا مع منك يا عيشة دوك في الحين هكذا؟ دوك راني عايشة وحدي. دوك وحدك؟ طيب انا كنت قبل ما نعيط لك مع وليداتك ربي يحفظهم لك ان شاء الله. زوج بنات ياك؟ ان شاء الله. لا زوج بنت وولد. زوج بنت وولد ربي يحفظهم لك ان شاء الله. انصاف تزوجتي عن حب، زواج تقليدي، كيفاش؟ لا زواجي الاول تزوجت 17 عام زواج تقليدي. شحال دام الزواج الاول؟ شحال قعد؟ 6 سنين ونص. 6 سنين ونص. واه. وعلاش ومع ذاتك تسيباريت؟ كان عليا، كانك فايتني ب 20 عام. كان فايتك ب 20 عام؟ واه. هي وشو الان مال كنت باغيه ندير الدار وشكون الوالدين راك عارف عندي با الله يرحمها كان بد عندها البنت كي تقفل تازه وتتزوج ما كاش منها تقعد في الدار وتخرج وكاع. تخممت على ناس بكري؟ واه هي مشت بيها، انا قلت معليش. وعلاش طلقتو؟ مرتي طلقتو؟ صراولي واحد صوالح. وش صرالك؟ مس تاع على باليش السحر وهالصالح. مرت عندها وكي مرت قلت لها زعما الدين تاقي وكاع جري بيا، قال لي ما نديكش، قال لي روحي لداركم امك واختك هما اللي يدوك. جابني لدارنا كيما كان الحال، جابني لدارنا
وقعدت اختي مسكينه هي تجريبيه ساعات ما بلا رحنا كان كبير والله اش كان مريض ايوه بشويه بشويه حتى ريحت كي ريحت صرت روحي طلقت عاد تما كي كنتي في داركم طلقك واه كي كنت في دارنا سمح فيا انا كي مرضت ما شاء الله ما على ذلك سحر ولا ما على ذلك سلامت الراس اوكي طلقتي ومن بعد ذلك الطفل قعد معاك ولا معاه كيفاش كي طلقت لا ولدي كان معاه ولدي وبنتي كانوا معاه عجبتي معاه طفل وطفل قعدوا معاك وما انت وليتي لدار والديك ياك واه كنت في دار والدي ومن بعد كيفاش حتى عاودتي الزواج ومن بعد هاد جيت في هذاك الوقت عاودت الزواج قعدت ولدي انا كشوف موال في جداته وموال في بواه وكاع ما بغاش يقعد معايا في دار وانا دارنا كشغل دار ما فقر لدرجه ما تصورهاش ما قدرت انا نخل مطلقه باش تعبص انا كيفاش حتى عاودتي الزواج؟ ومن بعد ولدي راح دروك عند بويا وجداته راح عند جداته قاعد عندهم وانا قاعد نروح نشوفه دايما زعما على تواصل معاه عيط له في التليفون علاه ما خليتيش عندك على جال الحاله الماديه الماديه وثاني هو اللي ما بغاش يقعد معايا والف جداته والف بويا داكور أني قاعد عند بابا وأنا قعدت واحد العامين هكذا وعاودت الزواج داكور وزواجك الثاني كان خير من الأول زواجي الثاني أنا هذا وني ما نعرفاش شافني هكذا واحد الجناز كاينة فاميليا كي شافني سقس عليا وكاع ذهب لي هذيك راه مغبونة مطلقة وكاع هو عازب باش نزوج قال لهم قلت لهم نديها ونصرها وتصرني وهي بنت عمي ولد عمك؟ اي انا قبل سنه ولد عمي تزوج هي قبل ما كذبش عليك انا قلت نزوج احسن من اللي نقعد في الدار ولا نروح نخدم وانا ما عنديش عقليه زعما ما نعرفش ماشي قادره تاع اللي نخدم برا وندور فهمتني اي تزوجت قبلني بديت بنتي معايا عندها 6 سنين هذاك الوقت وكي بديتها معايا رحت لدارهم قلت لك امها ميتة ومعاود الزواج بصح ما ساكنش في هذيك الدار شوي سكن وحده وعندها ولاده ومرته ما عايش حتى شيء في حياته فهمتني عايشة تحتها كما نقولوا تحت مرت شدة وعمته والفوق عايشين معايا زوج خاوة عزاب وانا هادو زوج خاوة عزاب وخوات عزاب ما كانوا خليني من الاول كي انا مطلقة وعندي البلد فهمتني وعمي هو اللي بغاني باسكو مزوجة ومطلقة خلاص تي شغل باتا ياورت فتحوها كلا ومنها تسمى خلاص بريمات دو بريفيرونس تحت شي باتا ياورت جديده وبس مني كي شغل اثر باش نتزوج مع ولده ولد ثاني كيما قاني وكاع هي تزوجنا المهم درنا عرفتي برك بيناتنا فوتنا زعما صار والراجل زعما مشي خدام فما عليش قلت انا خبز والماء ونفوتوه اليوم بعد نشوف اخواتي تهديروا لي المشاكل جو راني كيما كتبت لك بزاف ما يحترمش الخصوصيه تاعنا انا اخوهم كيفاش مثلا بزاف صراحه ما تقوليش اني قلت لك واش بعثتي لي في الصفحه انا كلي ما قريتوش انا دوك راني نسمع لك في الحكايه باسكو لازم المشاهدين يبارطاجيوها معنا سينو ما درنا والو هكذاك نجاوبك في الصفحه وخلاص تما احكي لي واش العفايس اللي كانوا يديروا صح صح معليش قلت لك قاعدين يجوا بزاف السيمانه كل سيمانه زعما راهم عندي وانا ما عنديش ساعه وماشي خدام ما
نعقل المهر تاعي اللي دفعه لي دفعت لي 3 ملايين شحال هذوك 3 ملايين قعدنا 3 ملايين مهر هذوك المهر قعدنا نجبد منه ونعطيه نقول لها تشري الحشا وشري الفطور وكاع ولا ها الماما خدامه يصور 50 في النهار 60 الف وش يخدم اي يخدم معاه باه في واحد الكراج تاع ميكانيك ياسر تاع الواطا وكاع وهما مشتركين في خوته كاع واحد الخمس ولا شو الورات في هذاك الحانوت فك خواتي هذا كانوا ما يحترمونيش ما يحترموش الخصوصيه كيما نقولوا انا وهو في الشومبرا يجوا يقعدوا يدقوا علينا يقولوا لي نوضي طيبين قهوه نوضي طيبين الفطور وهي ونورمالمون هي دارهم فهمتني دار ربيهم ودار امهم هما اللي اي بصح انا معليش انا كنت زمان دايره اللي عليا كنت ما نهضرش كاع وصغارات عليا انا كبيره عليهم كنت نخدم مام خوته الشاشرة قام يسمعوا مني نغسلهم قشهم نطيب لهم نحوس عليهم وهذا أخوهم الصغير عنده 13 عام في هذاك الوقت كنت تزوجت أنا دايرتها كيما ولدي سلموا لي كنت محروقة على ولدي متوحشه كاع دايرتها كيما ولدي متخلى فيه تحسب أمه أي من بعد قلت لك فاتوا هذوك لي انا صحه حتى لي عيطوا لي ولدي عيطت لي قالت لي ولدك مرض انا ما نكذبش عليك تشوكيت تما انا اصلا كنت محروق على ولدي تشوكيت وبكيت وصرا فيا اللي صرا من بعد عيطت لعمي انا قلت نشاوره قال لي ولدي مرض ولي قنوا عندها السبيطار وكاع قال لي معليش روحي و مهم راجلي قال لي واه نتفاش مشكل هي بدا هيك ما كان الحال داني الولاية تاعي ورحت عند السبيطار 15 يوم وراجلي وصلني وراح لدارهم هي قعدت انا مع ولدي حتى لي تعيط لي اخته انا في السبيطار وهي تعيط لي ماما تسقسيني على ولدي كي راه ريح ما ريحش هي ديريكت سمو قالت لي يا دار شبرتي مع با ومع خويا باغي تجيبي ولدك ولا كي باغي ديري هضرتي مع با قلت انا والله ما على بالي في هذا الوقت راني مانيش مليحه وقلت هذه شي هضرت مع با اللي هو عمي هضرت معاه هو قال لي ما كاش مشكل فوتي المرض تاع ولدك ومن بعد اللي فيها الخير بيجيبها هي انا ما ديتهاش هذيك الهضره فاتوا لي ما تخرج ولدي من السبيطار قلت لك بعد ولدي خرج من السبيطار وما بغاش يقعد عندي قاعد غير يبكي كي جبته لدارنا وانا كنت في واحد الحاله زعما لا يرثى لها جبتيه لداركم دار والديك بالعقل جبتيه لدار والديك ولا جبتيه لدار راجلك لا رحت لدار والديه داكور قعدت نخمم بزاف كيفاش ندير راجلي من جهه ولدي من جهه ومشوكي تاع ولدي السكر زعما السكر ماشي حاجه سهله هو ابتلاء من عند ربي سبحانه بصح ماشي سهله اي ما نكذبش عليكم ما رايت عليا قالت لي مادام ولدك باغي يقعد عندك زعما ما تعاودش تطلقي روحي روحي عند راجلك وخليه هو عند جداته طلا فيه وكاع اي انا زعما درت عليها انا عيطت لراجلي قلت له زعما تجي تديني وكاع قال لي لا ما نديك ما نجيش نديك وانا دروك مع البالي شراه صاري من مورايا عندهم في العائله قال لي ما نجيش نديك من بعد قلت له كيف ما تجيش تديني ولدي ما بغاش يقعد عندي وصاير واحد قلت له ولدي نقعد نجي عندها نركب عليه وكاع وانا كنت محروقه ما كذبش عليك باش خرجت هذه الهضره ما كنتش كاع في راسي اي يوم من بعد صح جداني ولدي راح عند بوه وهو جداني كداني لدارهم نسمع في خو هذا الكبير
يهضر ويزكي ويقول هذه واش تدير، شاجة تدير هذه، علاه جبتها؟ يهضر زعما مع أخوه، علاه جبتها؟ بعد أنا انخلحت، هذا زعما كنت محترمة، جامي زكيت معاه، جامي زكا معايا. وهذاك النهار، هذاك النهار ما على باليش، رحت عندها قلت لها معليش ما هضر معاك. قعدت مجمعة ومشوكية، كان رمضان، قلت لها زعما مالك خويا شكاين؟ قلت لها انا ولدي راه مريض وما بنصحكش على ولدي. وبعد اللي كان عندي قال لي عندك ولادك، شا عندك؟ عندك ولادك، راح يجيب لي، راح يجيب لي ولادك وخلي الشير، خلي خويا يعيش حياته. دابا مش جات وديت جيبتها. قلت لها بصح انا شاور بابا هو اللي قال لي روحي. وقول انا علاش بهذا الهضره؟ وأنا شكيت أخواتها هما اللي حرشوا فيه معها. تما سلام، تما هذا المشكل كامل. اسمحي سكتي شوية ولادك، نندب سكتيهم، سكتي شوية ولادك، سكتيهم ولا بعدي عليهم، سكتي ولادك راهم دايرين شقلالة ما نسمع فيك مليح. أعطيهم كش حاجة يلتهوا بها. قلت لك تمد لوسك والعائله كامل زعفت وحب باسكو رحتي شفتي وليدك سي صح؟ واه انا كيف لقيت حنايا برك، حنايا هو يهضر هاد الهضره. تما هو ايه حماك ولا البنات ولا المهم زعفوا باسكو انت رحتي طليتي على ولادي، على وليدك مريض. صحفوا على اللي طبيت على ولدي ما شاء الله، ما بغاونيش، حسبوني باغي نبيع نجيبها عندهم يعيش. مسلمين يا ما شاء الله، هادو ماشي مسلمين، هادو مسلمين، هادو هادو روحي برك. ولد مريض وانا بشوكيا، والمرض هذا تعبي سبحانه، قدر اي واحد يكتب له هذا المرض. اها كملي لي. هي من بعد أنا تشوف أنا الهب ساعة وطردني من الدار، قال لي أنا يدي بكون أنصر مع با، أنا يدي في الدار. وأنا أروك لك أقول لها غير مالك خوريا، ما شكاين شكاين، أنا شدرت ماني مغبولة مغبولة، أنا وليا أنا وليا، سمعني ما مش كاي يسمعني، كان يفكي يفكي ودك نضربك لو كان شتك طالع الدار نضربك نطيحك. قلت لها ليه علاش هذا الشيء؟ علاش كاع هذا الشيء؟ أنا ما عندي ولد، أنا أقول لي أنا مظلومة وربي كانني بالمرض، هذه الصورة قادرين يدروا لأي مؤمن. والصورة مع ربي كتكتبهم ماشي أنا اللي أي ما بغاش يسمعني كاع خلاني وقال لي روحي روحي. هو راجل البروبليم راجل ما عرفتش والو، أي رد فعل ما ضر ما دار حتى حاجة، حتى جزك ما اعترضش، ما كانش عنده كان مشكل كي حوزوك. حوزوك وراجلك ما عندوش مشكل، راجلي كان معايا واقف. ومن بعد هذا خوه الكبير عيط خوه الصغير قال لها رواح رواح، واش قول لها تشوف كاش واحد قاد لك هذه العائله، قولها اذا كاش واحد. وانا هك قال لها قولها اذا كاش واحد قابلها. طب كاش واحد ما راه قابلها قولها. وهذاك الصغير شايف خوه الصغير قال له واه واه، حتى واحد ما راه قابلها، حتى واحد ما راه قابلها. وانا توكيت منه مني الكبير ما عرفتش منه، بيدني ساعات الصغير الصغير قلت له يا ولدي الطفل حوس عليك لو ولا ما تلاش دخل ولا ما تدخلش، يمكن ما يدخلش بكري. الراجل اللي عيط له الوقت ما يرحمش، عيط له يدخل بكري للدار، تقضي تعشى لنا تعشاش، نغسل له نطيب له، غاضني بزاف الحمد لله. تما وانت تحت فلر كي سمحت قال هاد الكلمة راشيد قعدت تبكي تبكي تبكي، حتى لي سمي راجلي وداني جوندر وساكت، راجلي ما دار حتى ردة فعل، ما نهضر والو، شخصية ضعيفة تاعها بزاف بزاف. ما حتى رحت للجوندر قعدت بكيف تشوفي تجن اني ما عاطها بي ما قديش، ما جاتني لا من ولدي لا من راجلي.
ومن بعد قعدت من بعد داني عند خوه متزوج اللي سكن غير تما حداهم ماشي بعيدة. داني نفطر تلك رمضان اللي كاني وانا نبكي الفطور ما صافاش قعدت غير نبكي قعدت نقول غير هذا الاسم تاع حنايا اسمه امين قعدت نقول امين 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 كنت نبغيه امين جاتك يا ولدي امين كنت نبغيه وهو اللي قال لي كيما هكا وما درت لهم والو انا اللي تشويت من عندي ما درت لهم والو ما اديتهم باش نبيعو مي هضره والو ما درت لهم حتى حاجه اللي تضر اختو الشاشه هادو ما سمعو مني والو اي يوم من بعد كي راح معايا راجلي عند خوه قال لي قعدي هاد الليله وغدوه نبي كنوصلك لحيت باركم وصايي هذا ما خطر عليا وانا كنت عايش لعمي ونعاود كي ندير شوف كي داير عندي رحنا يا حيت اش قال لي وكاع قال لي معليش الصبر الحين داركم يا ما كنت نحلها ربي اي رحت للدار ما كي رحت للدار ما قعدت يا ما وما كنتش عارف كيف الفكرة دي تاع الدار ما نقدرش باش نعاود نفطر لك المرة الثانية فهمتني وانا ما عجبنيش الجلسة هذا اللي قالها راجلي بغيت انا يدافع عليا وليدي اللي كان شجرت بصح في نفس الوقت ما بغيتش نطلق خدمي مش خطرات نطلقك فاهم المجتمع تاعنا كي داير اي ولو يشوفوا بلي ديفو فيك ما يقدروش يفهموا بلي زوج مرات تحتي في راجل عيان واه يقولوا لك هي الدنيا هذه فيها غير راجل عيان واحد تسمى اذا طلقتي احنا كي تطلقي ديجا مره والعيب فيك فما بالك زوج مرات تسمى سور انت عيان زوج مرات واه نشان اها ايام من بعد قعدت في دار ما قعدت نعيط لعمي قعدت كل يوم نعيط كل يوم نعيط لابريتي كل يوم قلت له شوف لي حل قلت له ما نعاودش نطلق الناس نهضر قال لي صح انا مش على بريتي كيما هاك شو اللي كريا هادي تاع عاودوني تاع داه كريت وما عايشين انا وراجلي والكريا خلصتها عمي خلصنا راجلي ما ندخل فيها عقلي زعما بدي يحكم فيا أحسن من نوع هذاك اللي بدا يحكم فيني هو ما في الدراهم ثاني هو اللي بدا هو اللي يتصرف له في كلش فهمتني ايوا كنت عايشة نورمال في هذيك الدار عادي ما كانش مشاكل بيني وبينه عادي مع بنتي وكاع وديما قعدت نجي عنده وخطرت نجيبها عندي ومن بعد قلت لك حتى راجلي وصله ميساج في الماسنجر تواصلت مع واحد الشيرة قلت لها انا بغيت نتعرف عليك وقلت لها زفت لها النميرو وزفت لها صوت تاعك هي اصلا شي وريه لي هذا الميساج انا ندش عليها صوالح انا زعما جبت هذا الحكام نسيتهاش قلت لها معليش زعما انا شي من دور هذه تاع الانيمات نيرفك الشغلة زناية مع الشيرات وهو مش مهم يجب يهضر مع الشيرات هذه أول مرة ترسل هذيك الشيرات في فيسبوك هي قالها لي حكرها لي كيف ما عليش بالضرافك هو بس عقارت منها الفوضة ساعة ومن بعد ما لديش شفت هذيك الشيرة وقلت فكتر ويامات وحكيت لك أتحب بالحمد كي قلت لها أنا بالحمد لله زعف زعف بزاف تبدل 180 درجة زعف كي كنتي رافضة كي قلت لها أنا بالحمد لله زعف مشي كي يفكح ولا ما أنا بديش قال لي أنا تقلقتي راه عندنا الكرية وباغي خلصوا الكرية على تقلقتي تسمى هو ما خاطي هو مشي لافوت تاعو واه واش تقولي له على انت تقول يا ربي على ولا غير من داك والله غير تحكي ولا عفايسي نحب من داك ننطق بصح كي نجي ننطق على بالي باللي لو كان ننطق كيفاه يا كيفاه انت عارف بزاف كي وراني بالكر ومن بعد انا كنت ملي اشتغل صحان وكنت فلوح وحنجان بزاف صعيب بزاف مني كيش تصغر مشي داخلي وقالي طايح البيبي قالي طايح البيبي روحي لداركم
ما مانيش باغي كاع هذا البيبي. قلت له كيف قاعد نهضر معاه، وقلت له حرام نطيحها، وقلت له كاع انا هاي ما بغاش يفهم، تعرف ضايع طرتك. انا تنمو لي قلت شفتها كيما هكا على داك حاجه في روحي، رحت شفت الدار فوق فرشيته وحميتها في الكراس، وبغيت حكت يدي بالساعة تاعك كان وليش كان زحمان نعدم هذيك المرة. أنا ما دل في المرة هكا في يدي راح تكيش اليومين هذا ما دل فيه، فهمتني هكذا فهمتني هذيك الساعة واحدة دخول رجمها راني بالحمل وراجل هذا حسين سينورمال حساس ما قدرش نوصفها لك كيف. ومن بعد هكا حسين بحثار وأنا مرض في بيت عربي على الوحن خلق على السمنة هذيك السمنة كنت بي بعيط لي نزقت علي وما جاء عندي في بيتها قاعد ناكل في المكتب على البيطار وأنا بتوحم أمني قاعد نشوف المصغر في جمعة دماغي هم يجيبونهم لهم ناكل وقاع من الضغط نقعد نتشهر نقعد غير نشوف فيهم تنقل الحمد لله وعر يقول لك رب سبحانه وصف على على المر نافس على الحمد سنين بعد فرد سنين أنا قلت له عايت أقول له عندما أنا خرج بعد يلي طبيت وخرجي خرجت عايت له قلت له هذا واحد ديني شد يلي قلي فيدي قاعدي ما عشان يوم عنش قاعد كنت عدت فرد يقول لي خرجي وباش يشي بوحدة في دراسي ما يضاول لا تقول لي وقلتي عرش كي نظري أنا أي سنة كان الحاجة الثاني خرجني من فضيطة ومشن تحسن عليها بتأمنش عقلك والمعاملة ساعة ما قبل ما كانت كي ما أكل لي معايا أنا خلحت فيه الثاني كي الثاني مدنيش نظاري أنا متعديني ندوش رياح المرض ما قدرش نشاء كنت غريب في نورا ما كنت قاعدة كنت قال لما ندرس لطال مفتاح عبد على السيد لي كارينا صار ربيت لها صوالح وبع قال لي دوكسك وحيداكم قلت لها كيف أدروك خارجة مصدرة بحبت أنا مسافة ساعتين وما مش قد أحسن قلت لها نروح الضارين ندوش ونقول قلت لها غدوة نروح الضارين ما عليش كانت غير ساعك فيه ساعك فيه قال لي لما ندرس لطالك الدنيا عند وحدينا في عميستي وفي بيتها تاني الدنيا حطني عند الدب وراح وكانت عندي ورقة تعد وقع سهري تاني وراح ما سمحش قاعد مشري أنا دخلت لهذيك الباص وبحسانة ومريضة حالتي حالة حكيت لهم جلسة والشرة وبعد قعدت هذيك الليلة قعدتهم ريحت شوية وغدوة نمتك حياة العمي في التليفون قال روحت وشاطرة وشاطرة ومشى يقول لي ولدك وكاع هي جا عمي جا عند هذوك الناس سميتي أي كي دخل عندي قلت له حيت له الكلمة الأولى اللي قال لي شو قال لي طاي ما طايبتوش ما ربي ما كتبش بيناتكم روحي للدار وصاي وهو على بالنا بلي راني بالحم أنا تشوكيت قاعد نوفي هكا قلت له والحم ما وفرش كيف ما عرف كيفاش نقول تلفت لي جات نوم أنا هكا مرا بالكرش تروح لدارهم عادي هي رمم هو إنسان كبير في عمره 60 عام وجايب عمره هو اللي يدير الحل يجيب ولده وبالتالي يقول لها الشيطان ادعي مرتك وروح لدارك هذا الشيء تاع الزواج وهذه مسؤولية وهذا غريان راه جاي في الطريق أنا توقعت من لعب الشمس تعيط له هي العكس ما شوكيت منها كي قال لي حضاركم وصاي ما طايبتوش ما رزقش ربي الطيب وحيكم وخرج وخلاني هيا ما بعد أنا ما قدر لي حتى حاجة غد وعليها ست صقور مشي غد وعليها قصيرة يا ربي تم كالحقيقة الست صوان حلوة أنا مريضة حاجي حلوة رحت لدارنا وقعدت قلت لك كان عندي شهر تاع حمل متوحى
سامحة في حالة فوز في بعضنا تأمني حتى اللي كان عادي في الشهر تحمل خدمت في الصارة حتى المولي ما تلاقيش مصارف باش نفوز باش بيلي هم عليك خدمت عند الوحدة غابنتني صدار قلت لي واحد يلي لي ميناش كثير تأمني قعدت نصيق هاك فحشك بالفروطوار قلت لي ما تسيقش بالفروطوار سيقي بيديك وأنا أنا بلا بالحم اشتهدك العدسة مرة ما تقدرش تسيق بيديها وهاكا وكيف لي عارقي مثالي زعقت علي ما خلصتنيش حتى الليح وغير باش ندير لي تصانيف وهما مثلا مش قضية ما عيط يا عمي ما عيط لي هو حتى واحد ما حوس علي تحسب ماشي دمهم ولحمهم وما بدلهم والو هذه هي اللي تسكتني ومن بعد خدمت لي في الفطور ومن بعد ما قدرتش هذاك اللحم جاني واعر بعد ندي هذه صغيرة ما قدرتش ساعات نشوف روحي هذيك عايزة فطار ولا هكذا ومن بعد سيرت صحة ديانات كان عندي 5 أشهر تيجي معايا فهو تليفون هذاك النهار قاعد نبلع نبلع من بعد سيدي خلال في الفيسبوك رد عليا وانا كنت درت الايكوغرافي الاول كنت نريد نهضر مع هذاك شنو ربي يهديك 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 شنو ربي ونا مع الشيطان وضر يزيد عدنا ودو لابن ما رضاش عايد جاوب معايا اليوم بحث حتى اللي شكون رسلت لي هذيك الشيرة اللي قلت لك حكيتك عليها قلت لك رسلت لها هو وقت عزف لي الفوضى وانا نيروتاك في فيسبوك حتى شفيت عليها في الوقت ساحة شوي قلت لي انت يا فلانة وباسمي اذا ما تعرفني لا مرت فلان وشطر عليك وراك في روبام وقعد تعاير فيا وطيح لي في الهضرة بهضرة واعرة بزاف وما عاد بلوكتني وكشور صح اذا ما تفتش فيا اللي انت صرا لك ما هاك فهمتني كيفاش؟ اذا ما تفتش فيا اذا ما قلت لي حاجة مليحة كي انت راكي مغبونة هاكا مع فلان هذاك راجلك شو حشي حسيت هذا اللي صح ماكي أنا كسر عادي فهمتني ومن بعد حتى كعيت لها قلت لها باللي هذيك مرة كيس وكعيت وشجين حتى أنا قلت حتى أنا عيرت في فيسبوك وعيرتني وقلت لي مرتك فلان لا تفلان وعيرت حتى نفس الشيء كما زيت معي بس معه وبلوكاتة من بعد أنا إحنا قعدنا نتشاش عليها قلت لك حليت فيسبوك جديد تحراشت برا قعدت نحوس عليها وانا قعدت نحوس عليها وقعدت نشاش عليها ونهضر معها على أساس واحد أنا وياه مع بعض من بعد كي تستنى ورحت حتى الولاية تاعها معاه هو مع راجلي وكي عيط معنا من بعيد عطينا عنا نيرو كاع شكون تخرج اختها هادي متزوجة صغير وهادي كيفاه دقيقة برك ما تهبلينيش كيف هادي اختو جات تلاقى بك على اساس واحد وهي مزوجة واه كيف دارت فيك كيفاه هو لا لا بالعقل فهميني يا العزيزة الغالية بالعقل كيف انا كيف معها على اساس حضرتي مع الاساس راجل اوكي بصح ما سمعت صوتك ما والو تعطيك النيميرو وجيت تلاقى بك هاي شويه ماشي روجي واه جيت تلاقى بيا وقلت لها انا بغيت قلت لها لخوها قلت لها ما كانش متزوجه وما فاش تهضر مع راجل فيسبوك تلاقى بي هي ومن بعد كي تلاقيتو بها واش صرا هذه اسرائيل قبل ما تجي هي اللي بغات هي اللي دارت بالعقل تلاقيتو بها واش صرا اللحظه اللي تلاقيتو بها واش صرا احكي لي واش صرا كيفاه قلت لك تلاقينا بها رحت انا هو ما بغاش يتلقى فيها تعرف قال لي انا صايغ انا دقيقه نتبر لينها ومن ما يحلها بالعقل تما كي عطات لكم النيميرو عرفتوا بلي النيميرو تاعها قلت لي بصح رحتوا ما سمحت ما فهمتش بالعقل انتيا عطاتكم النيميرو وما عرفتوش بلي النيميرو تاعها رحتوا لعندها الولايه اللي راهي فيها لا عطات ما نيميرو مش
شتا حلقه ما عرفتش يعني ميرو هذا الزوج. رحتوا لعندها؟ رحنا لعند الولايه وشفناها تقيناها الديانة اللي هي شفتوها. احنا انا قلت بلي انا كنت كان تلقى شي هذا عندنا وشي خلقها. معليش انصاف شفتوها تلاقيتوا بها هدرتوا معاها؟ شفتها شفت فيها هي قاعدة تضحك اكتشفتني قاعدة تضحك قلت لها انا هي اللي راني نهضر معاك قلت لها ما تحشميش هذا اخوك راك تحوسي لي له المشاكل تخلي لها على ربي يبغيني معاك هي قاعدة تضحك وهبت مني ما باش تواجهني تحس هذا اللي يتصحر هذه الحال هربت مني وبدأت تقول لي ما عادش معك ما عادش معك صاعي صاعي هربت ربت في طاكسي واحد شتمعني هذه قال لي بصح وتشوقت حسيتها بلي دخلت شافتني لأن شفتني حدها اهي هم بعدها وش صرا؟ ومن بعد وليت أنا يا وليت رانا شذكر عشر دقائق الشخص اللي أنا أمو ولي واجه أختها ويهضر معاها وكاع ويديها ما معندها ويقول لها شوف أختي شراها دير ويزير روحها ويهضر وهي ما دار والو تحسها بلي أنت ما عايش واش تنسانا أنا وليت كنت بسم وزاد على الحمل وأنا غير نهضر معاها أنا زعما تعاقبر معاها مثلا يطحت علاقتي بيه ما جنيش ما عادش ندير اسم نقطع العلاقة ما نقطعش وقلت الحمل هكا كنا مشي ما كنتش عليك كنت دايرة آمل دايما دايما قاعد مستنى المحال المحال يخليني يسمح فيا وأنا بالحمل كيما هاك ويسمح فيا وهذا هو ولدي طامعة طامعة بزاف باش يردني باش يردني باش نعيشو مع بعض كيفاه؟ ومن بعد رجعك؟ ما عرفتش علي ما والو من يومنا هذاك الى يومنا هذا مازال انا وياه كيما هكا مع روحي وانت وراكي عايشه دوكا ولدت انت قبل ولدت عيطت له مع اللي ولدت جرى ما شاف بنته وانا فما داير انا داير امل باش كي انا كي ولدت زعما خواتي وخوتي زعما لم يديروا حل ما يخلوش بنت خوهم فهمتني لم يكون طامعة شي يديروا لي حل من بعد صار كم علقة مرة في بلاد ورجل في بلاد بالعقل كي جا شافها وراح ولا وش دار كي جا شافها نهار ولدتي واش شافها في السبيطار وراح في هذيك الليلة راح ملتما ما زاد جا شافها ملتما بالعقل ملتما ما زاد جا شافها لا من تما بعد يجي كل خطا كل هنا 15 يوم طفله شحال في عمرها هذوك طفله شحال في عمرها كيف وان راها في عمرها عام ونص وانت وراك عايشه هذوك انا دوك خرجت من الدار راني بنيت في الصوال فوضاوي فوضاوي ووالدك ما تدخلوش في الحكايه ما سيوش يهضروا معاه انا عندي غير امه واختي ما هضروش معاه وهو واش راه حاب دوكا حاب هكذا يقعد يجي يزور بنته برك وما ما ما كي مطلقه ما كي مزوجه انا ما عرفتش يعني انا يا هو يجي عندي يعيش يجي عنده يجي يشوف حل نيشان ينطالو ايه وكي قلتي له هاد الهضره واش قال لك انا كي قلت له هاد الهضره وصارحته وهضر انا وياه واش قال لي في ميتك قال لي انا ما خصش نديك وندي ولادك في ميتك معاك فهمت وراء المشكل دابا دوك زعما قال لي ولا نسيتي كيما نسيت الغير ما زعما نسيتي بنتك كيما كنتي من الاول ما نديش ولدك ثاني معاك وانتي ما كيش قادره تسمحي في وليدك انا ولدي جبتها ما عليك عليكم مغرور ولد بنتي
جبت شغل حسيت باللي درت حاجه مليحه دميت الشمل تاع ولادي جبت معايا باش نتهلا فيه وليت نسويه. ثم دوكا راكي خيار بين انك تسمحي في وليدك باش تولي عند راجلك ولا تخلي وليدك لا. معاك و... خيار مانيش ما عنديش خمس باش نحفي ولدي ما كيفاش راكي تصرفي على روحك صافي كيف كيفاش راكي تصرفي على روحك منين راكي تصرفي على روحك دراهم منين راكي تجيبي دراهم باش تعيشي كل خطره كيفاه ما تعاوني عندي اختي ثاني خدامه تعاوني خطره وانت على ما تخدميش انا يجبو بنتي لي كل شيء حليت على ما تخدميش ما كتبش عليك خدم كي كنت قلت لك انصير بنتي ما ذاك الوقت ما خدمتش ما قدرتش انا ما قدرتش نخلي ما عنديش شكون يشدهم لي فهمتني والله واش نقول لك يا انصاف تسمى دوك انت افري ديال واش فهمت منك في داخلك انت راكي حابه تطلقي راكي على بالك باللي ما عندك حتى حل مع هذا الطلاق انا ما مانيش عارفه روحي ما انا غايضتني بنتي انصاف راه عندك شو غايدتك بنتك والحل الوحيد باش انه بنتك ما تغيدكش لازم يغيدك وليدك تسمى في الحالتين راح يغيدك واحد من ولادك وان انا ولدي يعني ضايع يقعد معايا ولادي بغيتهم كاع يكونوا معايا بصح انا اللي غايضني عند ولادي الاخرين بهم يعرفوا يجي عندهم يعرف عماتهم يعرف جداتهم من انا عندي علاقه مليحه مع جداتهم مع عماتهم طلقت مع ولدهم بصح علاقتي مليحه معاهم يروحوا في العيد الصغير يروحوا في العيد الكبير يفرحوا بعائلتهم بصح غايضتني بنتي هذه الصغيره لا لا ما تغيدكش بنتك انصاف لا ما بالعقل لها بالعقل انصاف ما يبدي هذي يا ودي ربي يهديك وشنو ديك العمات ودوك العموم اللي راكي حبتهم تتعرف عليهم حبت ما حبه بنتك تتعرف على العم اللي هي اللي هو حاوزي ماها وتعرف على العمه اللي هي كانت تهضر معايا في فيسبوك وخرجت تلاقى مع راجل وهي مزوجه يرحم بابك انت ما تقوليليش واه ما تقوليليش واه قوليها روحك واه كيف هو هذا وش من واه كيف هذا غيدتك بنتك ما تعرفش على عمها وعماتها على عندها عم وعمات ما مسكمين ايه ما تقوليش عمها وعماتها يرحم بابك والله غير تزعفوني من داك واحد الخمام يا باباها برك باباها باباها ربي يهديه يعني والله غير ربي يهديه قسم بالله انا بغيت تمشي انا بغيت نعيش معاها دائما انت تاني كونك شاطره حاولي تجبديه لعندك انصاف دوك انت تاني انت مرا وانت واش طرتك مع راجل وبالعكس جوستو ماكي شخصيته ضعيفه اللي تقدري تجبديه لعندك حابين عيطوا له نهضر معاه هو تعيط له تحبين عيط له في التليفون نهضر معاه ولا تخافي يصير لك بروبليم لا 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 ما عندك حتى مفاهمة معاه انا ما بيا الناس يهضروا مع بويه وخوته وخاوته بس مش كيمشي هو مش هو صح عنده شخصيه ضعيفه وكاع وحنين معايا زعما ما خلانيش من بعد كندم ما ولا يقول لي ندمت اللي خليتك كل كاني ما قلتش روحي لو كنت ندم بزاف على الشيء اللي دار بصح المشكل الاساسي هو خوته وخاوته ما تسمحلهمش انا ما تسمحلهمش انا ربي شوفي انصاف انا حنعطيك راي تما باختصار باش نقدروا نختموا شوفي الوضع تاعك عندك ما يقول لك خيارات عندك الخيار الاول انك تبعت الطفل للبابا وانت تروحي تعيشي مع راجلك عندك الخيار الثاني انه تسيي تجبدي راجلك اللي عندك وهذا افضل خيار عندك الخيار الثالث اذا شفتي بلي راح تقعدي هكذا مع القاوه راكي شبه مزوجه راكي مزوجه بالهضره برك راح تلقاي بلي الطلاق هو افضل حل بصح ما لازمش تقعدي مع القا كيما راكي لازم ديري حل لحياتك
لازم تديري حل باش انه على الاقل تقدري تعيشي وليدك، لازم تضمني مدخول على باب الوعره والدراري صغار والخدمه بصح تلقاي، كاين خدمات تخدميهم الدار، كاين خدمات اللي غير تروحي تخدميهم صباح زوج سوايع وتولي تلقاي حاجه تسترزقي منها وتعيشي منها ولادك. ما تخليش ولادك يكبروا ويشوفوا بلي روحهم بلي معيشين على الدراهم الصدقه. نيشان والله لا جاتني خدمه وبغيت نخدم وخفت قالوا لي الموضوع قالوا لي تغبني ولادك يتغبنوا شويه بس على الاقل تعيشيهم عيشه كريمه، على الاقل تعيشيهم عيشه محترمه. انا كان يقول انا عارف جبينك ماشي مليح الدراري يكبروا ويشوفوا روحهم اللي هما عاشوا وكبروا بدراهم الصدقه. نيشان والله على قولك هو راجلك ديري معاه حل، يا اما عرفي تجيبيه يا اما خليه يروح يروح، ما تقعديش هكذا معلقه هكذا كي شغل راك انتيا انت كاميرا انت ما تقبليهاش روحك. هذا الراجل اللي كل ما يتوحشك يجي يستمتع بك خمس دقائق ويجي رايح، هذا واش من الزواج واش من الراجل هذا يا بنتي؟ ماشي لا ماشي هذا راهو زواج متعه هذا، هذا ويجي يستمتع بك ويروح يقلب. مانيش راضي بيه، مانيش راضي بيه. ديري حل ماشي تقعدي كيما راكي، ديري حل جيبيه ولا يروح على راسك. شي عاب لا شبعه مزوجه. خطره بس معاه قلت له صاعي انا وياك صاعي كملوني. وصلت سيري نهضر معاه قلت له لي انا وياك صاعي بنتك انساها، الا ما ديرش لي حل بنتك انساها ما نجيش نشوفها نهائيا. قعدت يبكي قعدت يبكي كالمراه يبكي. ما قص حتى حل. ما انت ديري الحل، هو بكى كالمراه انت تصرفي كالراجل. والله انا اللي هو رحتي عند باه، رحت عند قلت امني كي كنت بالكرش هذه انت ما قلتها لك في حياتي كي كنت بالحب رحت عندها شكل لي قال لي روحي عندها هو عند راجلك يدبر لك الحال انا صايي ربي يكمل. إيه هو يعني صح هو مشكلتك راجلك سبحان الله راجل ولا بطلنا راجلك بصح راجلي يقول له يقول لي با ايه باسكو هو شوف شوفي راجل يكون راجل ما يقولش با، راجل يكون راجل عندك مرتك وعندك بنتك ما كاين لا با لا ما لا ما يديك لا يجيبك، عندك عائلتك تحمل مسؤوليتها كراجل ولا ما تكونكش راجل ما تزوجش اصلا يا صاحبي. قبل ما الراجل يخمم يتزوج لازم يشوف روحه، لازم يديروا تيست رجوله، اسكو انت قادر على شقاك ولا ماشي قادر على شقاك، اسكو قادر تحمل مسؤوليه عائله ولا ماشي قادر. هو كيما الحكايه اللي درتها البارح يعني قال لك نخام نربح دعوه الشعب وبايز عاد مني لو كان ولي يكون شاش نقول له صدقني غير دعوه الشر اللي راح تديها من عند بنتك راح تكون شوف قوي على دعوه الشر اللي دايرها عند باباك. اش عم بالكم انتم دعاوي الشر راهم يتوزعوا عن بالكم ربي راهو قاعد ويلا هدعي برك هو يستجيب لك يلا بالظلم يلا كيفاش هذا؟ ربي يشوفك بنتك حاب تعيش مع بنتك وربي يحاسبك باسكو باباك دعا عليك. لا لا ما شاء الله والله ما شاء الله. ما أباك الدين هذا كيفاش راكم فاهمينه؟ راكم معوجينه وكاع هذا الدين كيفاش فاهمينه؟ صون بنتك روح عيش مع بنتك ربي بنتك قوم بنتك باباك يغضب عليك ويدعي عليك وربي يحاسبك باسكو انت قمت ببنتك. وش من الدين هذا؟ وش من رجله؟ وش من منطق؟ وش من هذا؟ انصاف. أنا قلت لها بنتك انصاف تليفونه عندك تليفونه عندك ولو عند بنتك كيفاش؟ صوت بنتك راه في هنا او هنا الداخل في ودنا. ايه انصاف انا اللي عندي قلته لك والخيارات اعطيتهم لك وانت دوك اختاري الخيار الافضل الله يكون في عونك. ما راهيش حاجه سهله، مسؤوليه كبيره راهي فوق كتافك بصح افصلي في الموضوع، ما تقعديش هكذا طالقه روحك وتسناي وقتاش حبيبنا يرضى عليك ويجي يزورك خمس دقائق يشبع على الرغبات تاعو ويعاود يروح. داكور لقاي حل روحك في الزواج هذا ولقاي حل روحك في الخبزه اللي تدخليها لوليداتك متفاهمين؟ ان شاء الله ان شاء الله الله يكون في عونك. انا نبغي يكون ما كانش مره بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور هيمنتك اهضري معاه وعارفه كيفاش تجيبيه لعندك انت واش طرتك. ان شاء الله ان شاء الله نسير الله يحفظك ربي يحفظك تهلاي في روحك وتهلاي في بنيتاتك وفي وليدك وربي يقدم لك الخير. ربي يحفظك هشام كيف نخليه يشوف هذا يسمع هذه كي نحطوها مكالمه كي نحطوها في اليوتيوب نبعث لك ليا ومن بعد انت بعثي له ليا يشوفها. اي صح ربي يحفظك هشام يعطيك الصحه شكرا انصاف بقى على خير ان شاء الله ربي. وبويسك راهي انصاف راح تبعث لك لا فيديو مالتك سمعني راني نهضر معك انت. ربي اللي راك تعبدو اللي راك خايفو غدوه كي تطلع عنده صدقني غير راح يحاسبك على بنتك قبل ما يحاسبك على والديك.
باسكو هنايا انت راك تعصي في ربي كي ترمي بنتك، انت راك تدي في الايثم كي ترمي بنتك، انت اللي راح تخلصها غاليه عند ربي كي راك ترمي في بنتك. تقولي تردي والديك، الوالدين يقولوا لك ارمي بنتك وما تعيشهاش معاك، هادو ماشي والدين. الوالدين يقولوا لك خلي بنتك تعيش بعيد عليك، هادو الوالدين هما اللي حيتحاسبوا عند ربي. ما تقولي لا باباك لا يماك لا حتى واحد، عندك مرتك عندك بنتك، هكذا الراجل يدير. ماشي قادر عليهم، كونك راجل من الاول وما تتزوجش، كونك من الاول راجل ما تتزوجش، قعد براسك وقعد عند رجلين باباك ويماك كيما تحب راحتك. بصح ماشي تجيب طفله تبرمت في الدنيا، الطفله هذيك تكبر واش تقولها؟ تقولها بابا ويما ما قبلوكش، بابا ويما ما كانوش حابين يربيك، ياك علاه؟ والطفله واش ذنبها؟ ياك تزوجت على سنه الله ورسوله وجبت الطفله في الحلال، الطفله واش ذنبها؟ واش ذنبها الطفله؟ حسبي الله ونعم الوكيل. سلام.